خلينا نكمل كمان كلامنا. دكتور احمد ابو عبله كان يعني اكد كمان جاهزيه محمد شريف، لناس كتيره كانت بتقول طب هو هيلعب ولا لا، التواجد بتاعه مهم جدا طبعا يعني بعد او في مباراه المقاولون تحديدا بعد لما تعرض كانت كدمه قويه شويه في الحوض لما شارك في مباراه القطن، والحمد لله نقدر نطمن حضراتكم ان اتحسنت حالته يعني بشكل كبير جدا، ومفروض ان هو كمان جاهز للتدريبات النهارده وهيكون باذن الله جاهز كمان للماتش. طيب بالنسبه لكهربا عشان برضو ناس كتيره كانت بتتكلم، كهربا هيشارك في او شارك تحديدا في المران الجماعي بعد لما تعافى من الالام برضو كانت في العضله يعني الضمه، ومفروض ان هو خلاص انتهى من تنفيذ البرنامج التاهيلي كان مصغر بتاعه، ومفروض الاهلي كمان بيتصدر زي ما احنا عارفين والحمد لله يعني بكل الاصابات اللي احنا بنحكي عنها، ده ترتيب الدوري برصيد هنا 41 نقطه من اجمالي عندك 17 يعني مباراه خدها الفريق حتى هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها. برضو عندنا مباراه بكره يا كريم هنتكلم في تفاصيلها مهمه طبعا جدا، ونقدر نقول تاني بعد مباراة القطن الكاميروني دي دفعة كويسة أو بداية جديدة كويسة، أنا بالنسبة لي دي كانت أحسن مباراة من بعد العودة من كأس العالم للأندية، لأن إحنا قبل كأس العالم للأندية كان حاجة أو كان مستوانا حاجة، بعد ما عدنا من كأس العالم للأندية كان مستوى متراجع إلى حد ما، مباراة القطن الكاميروني هي دي اللي كانت فاصلة رجعتنا تاني لنفس المستوى إلى حد كبير، مش بس في النتيجة في الأداء في الروح في اللي تحس إن اللعيبة عايزة تقدم أفضل شيء، الروح اللي كانت مفتقدينها بشكل كبير جدا، اللاعب اللي انت بتشوفه على الارض فعلا بيبذل كل ما عنده في ماتشات بصراحه كنا بنشوفها لا بنقول طب اتحرك شويه طب اجري شويه على الكوره، فرص كانت بتضيع بشكل غير مبرر. فلا قطن الكاميروني المباراه اللي قدرنا فعلا نستعيد روح الاهلي مره ثانيه، ولكن اكيد لسه عندنا شوط كبير قوي هنتكلم برده بس في الفقره الحواريه. الحاجه الاكيد ان احنا في كل الاحوال يا حضرات لازم نفضل محافظين على المستوى اللي احنا وصلنا له، لازم نفضل محافظين على الروح القتاليه العاليه، نفضل محافظين على التفوق وعلى التفرد وعلى فكره البعد في المسافه فيما يتعلق بالنقاط بيننا وبين اقرب المنافسين، طبعا انا هنا بتكلم محليا على مستوى بطوله الدوري المصري الممتاز. لازم نفضل عاملين كده، يعني لازم يبقى الوضع على ما هو عليه، ولازم تبقى فيه دايما مسافه ومساحه كبيره بيننا وبين اقرب المنافسين، وما نتعرضش باي حال من الاحوال لاي كبوه ينتج عنها نزيف في النقاط زي ما حصل في الموسمين اللي فاتوا، مفيش مساحه لكده على الاقل من وجهه نظر جماهير النادي الاهلي وبطبيعه الحال كمان اكيد الفريق الاول والجهاز الفني والاداري.